بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ازدان الكون بسناء وانثالت الألسن من فيض هداه، وصل اللهم وسلم على من دانت له القلوب ونهلت من معينه العقول، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، اسعد الله صباحكم جميعا بالخير والبركة، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة متجددة وفي مشوار آخر من رحلة برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. نتمنى بمشيئة الله تعالى من خلال الفقرات والمحطات المختلفة اللي محضرين لكم أن تنال الرضا والإعجاب، وأن تقترب أيضا من ذائقتكم الطيبة. مجموعة من الفقرات إذن محضرينها لكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج قهوة الصباح. الوقفة الأولى ستكون عن موضوع جميل، وهو الأعشاب المساعدة المفيدة لحساسية الجلد. راح نتكلم عن هذا الموضوع من خلال طبعا فقرة الطب البديل. راح تكون لنا أيضا وقفة مع خزافة بمركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف التابع للهيئة العامة للصناعات الحرفية بولاية صحة، والحديث سيكون عن مهارة حرفية وهي طبعا صناعة الخزف وزخرفته. إلى جانب ذلك أيضا مجموعة من الفقرات والمحطات والتقارير المختلفة والمتنوعة محضرينها لكم اليوم في برنامج قهوة الصباح. نتمنى أن يكون صباحكم حاملا لكم كل الخير والسعادة، وأن يكون موفقا مكللا بالنجاح والفلاح بمشيئة الله تعالى. إذن على بركة الله نبتدئ رحلتنا. فقط فاصل ونبتدئ معكم أيها الأحبة الكرام أولى فقرات قهوة الصباح لهذا اليوم.
عودة لكم مشاهدينا الأحبة. إذن إن شاء الله تعالى راح نبتدي معكم أولى فقرات ومحطات قهوة الصباح لهذا اليوم. الفقرة الأولى والوقفة الأولى مثل ما خبرناكم راح تكون عن فقرة الطب البديل، والحديث سيكون عن الأعشاب المساعدة والمفيدة لحساسية الجلد، والحديث سيكون مع صهيب بن ثاني الفرعي حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي. أخوي صهيب يا مرحبا بك. مرحبتين أخي. صباح الخير. صباح النور. كيف صباحك؟ الحمد لله. مساك مرتاح. الله يخليك. مبسوط. الحمد لله. فضل الحمد الله. أربعين. يا مرحبا. جدا سعيد ايضا اليوم بوجودك في قناه الصباح. واليوم حديثنا راح يكون عن حساسيه الجلد، اعتقد موضوع جدا مهم، وايضا نتمنى ان كل المشاهدين هم يستفيدوا ان شاء الله تعالى من خلال الحديث اللي راح يصير بينه وبينك. عن وما شاء الله ادواتك خلاص جاهزه وحاضره موجوده على الطاوله. عموما حساسيه الجلد، نعطي تعريف للمشاهدين المقصود بالحساسيه بشكل عام كده. نعم، طبعا امراض الحساسيات يعني او الحساسيه طبعا هذا عالم بروحه كثير. صحيح. وكثير، والامراض الحساسيه مرتبطه بعضها بالدوره الدمويه، بعضها مرتبطه بالانجينات، بعضها مرتبطه بالامور الوراثيه. صحيح. بعضها مرتبطه بالامور الخارجيه، بعضها مرتبطه بامور الصدر. نعم. وحساسيه الصدر يعني امراض الحساسيه حساسيه كثيره يعني. نعم. فاليوم لكن احنا بنتكلم عن شيء بسيط او فقره بسيطه عن الحساسيه الخارجيه. نعم. او هو المعنى التحسس. نعم. إيه من بعض المأكولات فتسبب طفح جلدي، او من بعض الغبار، او من بعض المواد الكيماويه او الصابون او الاشياء الاخرى. جميل. فالشخص تعمل مثلا نوع من حكه بسيطه في مناطق معينه، او مثلا احمرار بسيط في منطقه معينه، او حبوب بسيطه تخرج في بحاته، او نستخدم مثلا بعض المناطق الحساسه. أيوة. بعد استخدام بعض ادوات الحلاقه او شيء، او حتى للرجال مرات عند في البشره او بعض الاماكن. نعم. فهذه التركيبه يعني تركيبه بسيطه وخفيفه، وممكن اي شخص يستخدمها في البيت، ما يلقى الى اي عطار او الى اي عشاب او اي وصفات الانترنت او حاجه، فيستفيد منها بالكثير. نعم. اذا نحن راح نركز اليوم على الحساسيه الخارجيه. الحساسيه الخارجيه واللي هي مش مزمنه يعني، فقط انه يعني وقت معين كذا، وعلى طول راح تحسس من حاجه معينه. نعم. هي من اثر معين، مع انه دائما هي القاعده. أيوه. يعني اذا الشخص انا اعرف مشكلتي من حاجه معينه، مثلا بعض النساء يقول والله انا اتحسس من الصابون. ايوه. عند غسيل بعض الاواني او غسيل الملابس او حاجه. نعم. فاتجنب مثلا الصابون بقدر المستطاع، واني اعمل حاجز. أيوه. البس قفازه او حاجه بحيث ان اتجنب هذه الاشياء. بعضهم والله يقول لك انا اتحسس مثلا بعض الاكل، هذا الاكل ياثر علي وهذا الاكل ياثر علي، فلما هذه وحدها نعمه، فلما انا اعرف مثلا مشكلتي من حاجه معينه اتجنبها. أيوه. صحيح. فهذا افضل علاج. أي حتى افضل عن المسكنات او افضل عن الحبوب. خلاص دامك عارف السبب خلاص. خلاص يعني. عرفت. أيه. السبب خلاص فاتوقف عنه. نعم. لكن في اشخاص كثيرين بطل العقب. نعم. فاذا كثير من الاشخاص وكثير من الاخوات يقول لك لا والله انا ما اعرف ايش السبب يعني. أيوه. وقفت عن الصابون نفس الشيء، الحساسيه موجوده. أي مثلا حاجه معينه ما زالت الحساسيه موجوده، الحك ما زال موجود. أيوه. الحبوب الحمراء هذه ما زالت موجوده، ما طاعت تروح يعني. أيوه. فما اعرف ايش اسباب، وما رحت مثلا يعني عملت فحوصات. معنا الافضل ان الشخص طبعا يتوجه الى اقرب مستشفى يعمل فحوصات. والحمد لله الحين في عندنا فحوصات خاصه للامراض الحساسيه. أيوه. حتى يخبر الطبيب انت تتجنب من هذا من الاكل او من هذا الطعام ومن هذا الطعام، فتكون امور طيبه. نعم. اشوفك تناظر على الادوات اللي موجوده. اي نعم كذا ان شاء الله. طبعا معك. عندنا هذه التركيبه، عندنا زيت زيتون. زيت زيتون. زين. أيوه. وعندنا كبريت. كبريت. اي كبريت طبيعي طبعا، ما الكبريت اللي كبريت طبيعي. أه. طبعا يستخرج من الجبال وكذا. زين. وعندنا اللي هي حبه البركه، الحبه السوداء. ايوه حبه. أيوه. السوداء. فطبعا ناخذ مثلا هذه 200 ملي من زيت الزيتون. زين. وناخذ طبعا هذه كميه كبيره، ناخذ فقط مقدار 4 جرام من الكبريت. زين. فنوضع شيء بسيط مثلا يعني مقدار 4 جرام. أيوة. تقديره كذا شيء بسيط من الكبريت، وكذلك نفس الشيء 4 جرام من حبه البركه السودة. او حبه السوداء. زين. هنا تركيب بسيط، او ممكن اي شخص في البيت يعملها. 4 جرام 4 جرام مع 200 ملي من حبه السوداء مع زيت الزيت زيت. أيوة. الزيتون، وفقط ترق العبوه. ايوه ايه ترق رق جيد. شوف حتى الحين صار خلاص تغير لون العبوه، صار تركيبه. صحيح. اي يعني ما يحتاج لها مجهود كبير ولا يحتاج لها اي شيء، فقط تاخذ المواد. جدا بسيطه بسيطه وسهله. اي ومن بعدها خلاص تدهن، ودهن اماكن دهن المكان اللي مصاب فيه. المصاب فيه نعم، في اي مكان في الجسم تدهن فيها، فتركيبه ممتازه كثير وطيبه. اي وممتازه كثير يعني، حتى كثير من الاشخاص والله يقول خاصه الحين فتره الصيف مع المشي او مع الاحتكاك اللي مثلا بين الافخذ، او مثلا يعني في بعض المناطق الحساسه يصير بسبب التعرق وبسبب الرطوبه وبسبب بعض الاشياء الاخرى. أيوه. زين يصير عندهم نوع من
الحساسيه ونوع من طبخ جلدي وحك، فهي تركيبه جدا ممتازه وناجحه ان شاء الله. حتى احيانا بعض لما تكون جالس ما الامور طيبه ما عندك ابدا اي مشكله، لكن لما ترك مثلا تمشي بشكل سريع او انك تمارس الرياضه، نعم. البعض الاشخاص خلينا نقول يصير لهم نوع من الاحمرار في نعم. بعض المناطق من الجسم، ونفس الحال بعض الحبوب صح. لكن ما بطريقه يعني دائمه، نعم. فقط في ذيك اللحظه لمده يمكن ربع ساعه نص ساعه او يمكن ساعه، وبعدها يمكن المكان يهدى وكان شيئا لم يكن. صحيح، هذه دائما هي تكون المشكله مرتبطه بالجو، بحراره الجو او بالغبار الموجود في الجو، فمع طبعا المشي تصير انفتاح في المسامات هي، فتدخل الغبار او يدخل الاشياء الاخرى او الحراره الشديده من الجو تدخل عن طريق المسامات، فهي تعمل لك احمرار طبقه، وهذه طبعا يعتبر حساسيه. فمن يهدى الشخص وخاصه يستحم مثلا بماء بارد شويه او حاجه هي، فكل الاعراض تروح، فهذا بروح علاج. نعم، لكن بعض الاشخاص ما تصير لهم هذا يعني، وناس كثيرين ما تصير لهم، بس سبحان الله بعض الاشخاص تصير لهم هذه المشكله، فما اعرف هل هي في مشكله في كرات الدم او شيء من ذا القبيل. هذه يفضل طبعا الشخص يعمل فحوصات. يعمل فحوصات، يتوجه الى اقرب طبيب ويعمل فحوصات، يعرف مشكله ايش، هل مشكله مرتبطه بالدوره الدمويه او بالانجينات او بالخلايا وبعض الاشياء الاخرى، او انها تكون امور خارجيه. لكن اذا الشخص مثلا كمان مثلا هو عارف مشكلته ايش بالضبط يعني، هي انها تحسس مثلا من الغبار او مثلا من الحراره الشديده، او ممكن حتى تكون من الملابس، هي ملابس الرياضه ممكن تكون من نايلون او حاجه او شيء، فمع الحركه الشديده ومع القري ومع المشي السريع يسبب احتكاك بين الملابس بين طبقه الجلد، فهي تعمل الحساسيه، فيحاول يغير بملابس قطنيه. كلامك صحيح، هي تكون افضل يعني بهذه الطريقه. اخوي صهيب، انزين الحين الوصفه اللي الطبيه اللي عملتها الحين ما اعرف لها مسمى معين او حاجه ممكن بس مقدهن حساسيه. نعم. بعض المراكز او بعض يعني العطارين يقول لك والله الخلطه السحريه مثلا الشيء الفلاني ولا التركيب الفلاني للشيء الفلاني، هي تركيب الحساسيه في الاصل يعني. الواحد كيف يعرف مثلا اي كل انواع الحساسيه او الحساسيه البقطليه مثل ذكرناها يعني الحساسيه الخارجيه فقط هي، بس اذا كانت يعني حبوب بسيطه هي تحسس من حاجه معينه من الغذاء او من الغبار او من الصابون او بعض الملابس، اي فهي تركيب ممتازه، او من بعض طرق الحلاقه او طرق المواد اللي تستخدم في ازاله الشعر، فهذه تساعد كثير. جميل جدا. عموما احنا ايضا مشاهدينا يعني نتيح لكم الفرصه، كل من حاب يتواصل الحين اخوي صهيب موجود معكم في الاستوديو، بامكانه يجيب ايضا على استفساراتكم فيما يخص فقط امراض الحساسيه الجلديه الخارجيه. ارقام الهواتف راح تكون ظاهره على الشاشه الان، وايضا تباعا راح تكون ايضا في حلقات البرنامج تكون ظاهره. عموما ناخذ اتصال. السلام عليكم، مساء الخير، صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا سهلين، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ والله الحمد لله. عفوا، من معنا؟ أم سلم. يا مرحبا، أم سلم عندك سؤال معين؟ أيوه. تفضل. طيب أم سلم، هذا الحكيم عندي ولد كل جسمه عنده حبات سوداء. أها. أيوه. رحنا للدكتور قال فحوصات كمان. وأعطاه دهانيات كريمات وما استفادش، بقيت أسأله. نعم. عندي شيء دواء ولا شيء وصفه. يعطيك العافيه مسلم، خلاص السؤال واضح، شكرا لك. في اي اضافه ثانيه حابه تضيفيها مسلم؟ لا لا شكرا، بارك الله فيك، احسنتي، شكرا. اعتقد واضح. واضح السؤال. نعم. أيوه. طبعا مثل هي جزاهم الله خير، طبعا الشخص بتطلع بدات تظهر له حبوب خارجيه، فطبعا توجه الى المستشفى وعمل الطبيب جزاهم الله خير الفحوصات اللازمه من امور الدم، فظهر الفحوصات كلها سليمه، فهي تكون مشكله خارجيه. يمكن بعض الاطفال تعرف يحب يلعب بحاجه معينه، يمكن بعض الحشرات، يمكن بعض القطط او بعض الحيوانات او بعض الاشياء، فهي تسبب مرات نفس الشيء البقع هذه او الحبوب الصغيره. فطبعا تركيبه زيت الزيتون مع الكبريت مع حبه البركه، فهذه من الاشياء الممتازه. نعم. هي طبعا تعمل التركيبه 200 ملي انزين من زيت الزيتون، 4 جرام من الحبه السوداء مع الكبريت. أيوة. وترق رق جيد، وبالليل قبل النوم يكون دهان قبل النوم كل يوم مره واحده فقط بس. نعم. يعني هذه الوصفه اللي ذكرتها قبل شويه مناسبه للي هي ذكرتها بالضبط الولد. نعم. ام سلم. نعم. نعم. اذا طيب هذه الوصفه ايضا صهيب ما اعرف، فقط في وصفه ثانيه نفس الحاله اللي عندها حساسيه الجلد كثير؟ نعم. او فقط هذه؟ لا لا، في تركيبات كثيره يعني. أيوة، على حسب نوعيه يعني، مثلا امراض الاكزيما طبعا في اشياء خاصه لها، امراض الصدفيه في اشياء خاصه لها. يعني بعض التشققات لها اشكال، الجفاف الجلد. نعم. في اشياء خاصه لها يعني، اسباب كثيره، لكن هذه فقط للاشياء الخارجيه البسيطه. نعم. اذا طيب انتم مثلا يعني صهيب، بما انه الحين اكثر من مثلا امراض الحساسيه مختلفه مثل ما ذكرت وغيرها. نعم. الاكزيما وغيرها، لكن انتم كيف عمليه التشخيص كيف تتم بالضبط؟ عن طريق الطبيب. عن طريق الطبيب. يعني الشخص. نعم. احنا ما بنلاقي التشخيص اصلا. نعم. يعني وما تخصصنا هذا، فالشخص مثلا عنده يعاني من حساسيه وعاني. نعم. من حاجة
حاجه معينه يتوجه الى اقرب مستشفى، طبعا يعمل فحص دم اول حاجه، واذا كان فحص الدم ظهر انه سليم عنده طبعا يشخص الامور الخارجيه، وعلى حسب طبعا تخصص الطبيب يقول له هذه مثلا بدايه اكزيما عندك او هذه الاكزيما، طبعا عندك انواع كذلك نفس الشيء. صحيح. الصدفيه كذلك نفس الشيء، يقول لك هذه بدايه صدفيه. صح. او يقول لك هذه مجرد حساسيه خارجيه بس. او انه يقول لك هذا طفخ جلدي، او انه تكون يمكن فطريات. تاثرت من حاجه معينه، من اكل معين، من حاجه معينه، فهي تسبب المشكله. نعم، جميل جدا. اذا ننتقل مباشره للاتصالات. صحيح. ما عليكم. بارك الله. السلام عليكم، صباح الخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا وسهلا، حياك الله. يا مرحبا بك. الحمد لله بخير ونعم ما شاكين باس. من معانا؟ معك اشرف الجابري. اشرف الجابري، يا مرحبا بك يا اشرف. اشرف، ايش عندك سؤال؟ عندك اضافه معينه؟ عندي سؤال بسيط. تفضل. طيب صحيح، بالنسبه للبعض، البعض يعاني من حساسيه او الهالات السوداء حول العين. نعم. هل هذه الوصفه اللي طرحتموها سابقا هل هي ناجحه وناجعه لمثل هذه الاعراض؟ نعم. في سؤال ثاني عندك اشرف؟ احسنت، جزاك الله خير. واضح. يعطيك شكرا. شكرا لك يا شباب، بارك الله فيك. احسنت. اذا ناخذ اتصال ثاني وبعدها ايضا نحاول انه نجيب على بعض الاسئله. اتصال اخر، نقول صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، السلام عليكم. عليكم السلام. اذا لحد ما يكون الاتصال جاهز صهيب لو تجاوب على السؤال. طبعا عشان موضوع اخونا اشرف، طبعا المرض الهالات السوداء اللي تحت العين اسبابها كثيره. نعم. طبعا اذا كانت هالات سوداء ويصاحبها ورم، انزين هاي تكون ناتجه عن مثلا ارتفاع في نسبه الكوليسترول في الدم. نعم. اذا كان هالات سوداء ويصاحبها تشققات، طبعا تكون حساسيه. أيوة. فالتركيبه هذه تساعده. اذا كان مجرد فقط هالات سوداء. نعم. بدون اي حاجه، هاي ناتجه عن ارق او قلق او توتر او. نعم. اكتئاب او ارق او نقص في بعض الفيتامينات في الجسم، ومن ضمنها العلامه السوداء موجوده، الهالات. نعم. السوداء اللي تحت. نعم. العين. نعم. فطبعا هذه يحتاج لها وصفه ثانيه غير. نعم. هي تركيبه اللي هي عشان شد البشره، وعشان في نفس الوقت يعالج موضوع الارق ويعالج موضوع القلق ويعالج موضوع النقص في الفيتامينات. نعم. واذا كان الهالات السوداء مع التورم في العين. أيوه. طبعا بسبب الكوليسترول. صحيح. فهي في نفس ارتفاع الدهون، فنفس الشيء يعالج موضوع الدهون، فتدريجيا هذه الاشياء تختفي يعني. نعم. واذا كان بس مجرد يعني هالات سوداء وقفاف معها وتشققات بسيطه. أيوة. هي فالتركيبه ممتازه. نعم. اذا نتمنى انه اشرف يكون سمع الاجابه وايضا يستفيد من اللي قاله اخونا صهيب. عموما ناخذ اتصال ثاني ونقول صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا وسهلين اختي، كيف حالك؟ خير الحمد لله. يا مرحبا وسهلين، من معنا؟ معك ام غدير. ام غدير، يا مرحبا بك ام غدير في قهوه الصباح. ام غدير، ايش سؤالك؟ سؤالي، معي بنت عديلها تقريبا 5 سنوات 6 سنوات تعاني من حساسية. أيوة. في الجلد تقريبا، يعني في إيديها بس، الجميل واحدة بس، في اليد واحدة اللي هي اليمين تعاني من. أيوة. حساسية وايد يعني أسرع ليها، تجي لها يعني جلد يابس. نعم. طيب رحتوا مع الطبيب، إيش قال الطبيب؟ رحنا مع الطبيب، عالجتهم كم. أيوة. مستشفى. ايوه. ما شايف فايده، اعطيوهم بس. شو يقولوا لكم بالضبط؟ الطبيب شو يقول لك بالضبط؟ ايش فيها؟ يقول مع هذا وراثي. نعم. وراثي. زين، واستخدمت لها مراهم، استخدمت لها كريمات، استخدمت لها يعني ذا هي اسمها ادويه. أيوة. شعبيه. أيوة. ما شايف فايده. نعم. وتعاني منه وايد يعني، تحس تحكه. نعم. في حاجة. نعم. كم عمرها؟ كم عمرها يا اخت مقدير؟ تقريبا 12 سنه. 12 سنة. طيب. في حاجة بعد صغير؟ شكرا. يعطيك العافية، يعطيك العافية يا أم غدير، وإن شاء الله تعالى نتملاها الصحة والسلامة يا رب العالمين بنتك. عموما ما أعرف كيف صهيب. عندها في يدها اليمين حساسية دائمة. نعم، طبعا الحساسية دائمة في المنطقة هذه هي، وخاصة مرات مثل ما قال الطبيب هي مرات تكون أمور وراثية. نعم. فحتى هذا واحدة أمور وراثية، طبعا هي تعتبر من أصعب الحالات العلاجات يعني، لأن مرتبطة بأمور وراثية. فيحتاج لها طبعا هي أعشاب تشرب. نعم. اللي هو الزهر الرمان. اللي هو يسمى القلنار. نعم. هي بعضهم يسمون القلنار في بعض. أيوة. الدول، ونحن نسميه زهر الرمان. صحيح. خاصة الحين وقت الحين عندنا في الجبل، في الجبل الأخضر خاصة. صحيح. ما شاء الله، ممكن عندكم في الرستاق نفس الشيء متوفر بكثرة يعني. فياخذ هذا زهر الرمان. نعم. زين، ومقدار شيء بسيط، مقدار ملعقة من نبع الطحنة. أيوة. زين، ويغلى مع الماء، من يغلى مع يصفى ويحلى بالسكر ويحلى بالعسل ويشرب مثل الشاي. كل يوم كأس واحد، وفي نفس الوقت بعد ياخذ زهر الرمان ويغلى مع مثلا مع مقدار لتر ماء او لترين ماء. أيوة. زين، حراره بسيطه، ويصفى ويخلى لحد ما يبرد، يبرد يغسل به المنطقه. نعم. هي منطقه اليد، فهذا من افضل العلاجات عشانها ان شاء الله. نعم. لو نعيد ما عليك امر يا صهيب، علشان فقط تركز معنا ام غدير، اتمنى انك تكوني مركزه يا ام غدير وتسمعين الان بشكل واضح من جديد يا طبعا. امراض الحساسيه الوراثيه. أيوة. طبعا هي تكون من
الاشياء المزمنه ومن الاشياء لا الطريقه الطريقه, الطريقة ياخذ زهر الرمان أيوه. اللي هو القلنار بعضهم يسموه بعض العطار يسموه القلنار نحن العمانيين هنا عندنا زهر الرمان ياخذ مقدار مثلا يعني بعد طحنه ياخذ ملعقه أيوه. ملعقه طعام من زهر الرمان انزين مع كاس ماء كبير حلو. يحر في النار بقدر حراره بسيطه ما غليان بقدر حراره بسيطه أنا. ويصفى يشخل من يصفى يحلى بالسكر يحلى بعسل ويشرب مثل الشاي دافئ كل يوم كاس واحد في اي وقت حلو. اي ماشي مشكله وفي نفس الوقت بعد ياخذ من زهر الرمان مع أيوة. لتر ماء انزين او لترين ماء ويغلى في النار حاجه خفيفه ويصفى نفس الشيء خلال لحد ما يبرد ويعمل غسيل في المكان الحساسيه نتمنى انه ام غدير سمعتنا الحين وكانت مركزه وعرفت ايضا الطريقه عموما احنا مستمرين ايضا معاكم مشاهدينا الاحبة لكل من حاب يتواصل معنا والان اخونا صهيب موجود بامكانه ايضا يعني يعطيكم وصفات معينه بعض الحلول لبعض او بعض العلاج لبعض الامراض الحساسيه اللي موجوده معكم بامكانكم من خلال الارقام الظاهره على الشاشه الان وتظهر ايضا تباعا في اتصال الو السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا مرحبا وسهلين يا مرحبا بك الله يحييك من معنا محمد المعمري محمد المعمري محمد وين تكلمنا كلمك والله من اشراف يا مرحبا بك عموما عندك سؤال معين لصهيب نعم والله عندي مشكله انا لما اتعثر بالعطورات السائله هذا مثل دهن العود او العطور صار يعمل لي حساسيه في الانف ونزل دائما يكون سيلان نعم في الانف نعم. بس فقط في الانف نعم. طول العطور الغليظه هاي بس اها نعم والله المشكله يعمل لي حساسيه وايد عاطس بعدين ينزل لي كله ماي اها لو شيء بسيط مره على طول كيف؟ اللحمية عندك كيف عندك اللحمية يا محمد؟ لا والله ماشي لحمية بس من الأطر ولما أروح الأطر على طول مرة مباشرة أنا والسلام يعطيك العافية شكرا لك يا محمد ربي يعافيك يا رب العالمين ناخذ اتصال ثاني ناخذ اتصال نقول صباح الخير ومرحبا بكم في قهوة الصباح السلام عليكم إذن لحد ما يكون الاتصال جاهز أيضا يا صهيب عنده سيلان في الأنف مباشرة نعم. أول ما يستخدم العطور هي طبعا هو حتى يعني شخص مثلا يعني والله انا اعرف انه مثلا مشكلتي انها تاثر من بعض العطور اي في العطور البخاخه مثلا حتى أيوة. خاصه فاستبدلها مثلا استبدلها بالدهن صحيح اي كذا يعني فاذا كانت هي المشكله اصلا يعني نعم. الا اذا كان لا مثلا يقول لك لا والله حتى اتاثر مثلا من الغبار اتاثر مثلا من تعرض يعني مثلا الحين خاصه الجو حار مره اكون في المكيف اطلع نعم. على الرطوبه اتحسس او بعض الروائح اتحسس منها كثير يعني أيوة. فهذه ممكن تكون مشكله حتى مرتبطه بالمناعه يعني الزكام باستمرار الا اذا الطبيب شخصها انها حساسه عنده فطبعا اللي ياخذ المر الحجازي أيوه. المر الحجازي ياخذ منه كميه قليله ويطحن من يطحن يعمل مثل بخور استنشاق نعم. يعمله مقمر فحم أيوه. زي مبخره فياخذ شيء بسيط على الفحم حلو. لما يطلع الدخان يعمل استنشاق كذا بس يستنشق ويخوز بعيد عنه عشان ليش لا يدخل الدخان في الصدر ويعمل له كربه ويعمل له مثلا ضيق تنفس او يعمل حاجه فحاجه بسيطه كل يوم مقدار حبه واحده من المر الحجازي جميل. فهذا جدا ممتاز ويساعد كثير عشان الحساسيه الجيوب الانفيه حلو. جميل الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي محمد من شناص ناخذ اتصال ثاني السلام عليكم السلام عليكم صباح الخير اختي ايش اخبارك الحمد لله يعطيك العافيه ان شاء الله تعمل معنا معك ام سيف أم سيف يا مرحبا بك يا أم سيف في قهوة الصباح وإيش سؤالك مباشرة؟ حبيت أسأل عن الرقبة إذا كان فيها حساسية أيوة يظهر فيها حب كذا زين وبالنسبة للجسم إذا فيه حكة يعني الجسم وبس ما يظهر الحبوب نعم ونفس الشيء الشعر إذا كان فيه حكة وكذا يعني نعم. بس ما يعني ما في قشرة ما في شيء بس كذا حكة يعني نعم هذا بشكل دائم ولا كيف؟ هو دائم بشكل دائم يعني مش على فترات نعم ايوه يعني انا والدي من صغير كذا يحك بس يحك جسمه نعم يعني ما يظهر الحبوب ما يعني تظهر حبوبه كذا في جسمه أيوة. بس يحك ايوه كامل جسمه فاهم أيوة. سؤالك واضح ما اعرف صهيب في حاجه حساسيه في الجسم كامل بس حساسيه في الجسم كامل يا ام سيف ايوه حساسيه كل جسمه في الجسم طيب ما تظهر حبوب أيوة. ما في حبوبه ما في حبوبه ولا حاجه فقط في حكة معينة ايوه بس كذا يحك اها خلاص في حاجة بعد ثانية ام سيف حابة تقوليها؟ ايوه بس اريد اعرف الرعاف هل يختفي عن بحساسة الجلد؟ ايوه شو الرعاف اها ايش الرعاف؟ ايوه الرعاف يختفي عن بحساسة الجلد؟ لا لا طيب.
على طول جاوبك قال لك لا. يعطيك العافيه ام سيفي، شكرا لك. يعطيك العافيه حسنتي، بارك الله. ان شاء الله تعالى تسمعي الاجابه، بارك الله فيكي. اذا نجاوب عليها اول شيء في موضوع الرعاف. طبعا موضوع الرعاف طبعا هذا حاجه مرتبطه بالدوره الدمويه، مرتبطه بعض الخلايا المرتبطه بين الانف وبين خلايا الدماغ حتى يعني. أيوة. فمع ضغط الدوره الدمويه يسبب الموضوع الرعاف. هذا صحيح. موضوع غير، بنخليه لحلقه خاصه ان شاء الله. اي اما موضوع طبعا الحساسيه اللي بدون حبوب وبشكل دائم نعم طبعا. نعم. اذا كان مثلا ما في مشكله من بعض الاكل او الطبيب ما منعها من بعض الاكل او بعض الاشياء، ممكن هذه الاشياء مرتبطه بالاكل من البيض او من السمك او من بعض الاشياء. أيوة. فلكن اذا ما تقدر تتوصل هي على مشكلتها بالضبط ايش المشكله من الغذاء. نعم. فتاخذ اللي هو نفس الشيء كذلك زهر الرمان. أيوة. مع العصفر. ايه شجره اسمها العصفر، العصفر احنا بعض العمانيين نسميه شوران. شوران ايه شوران، العصفر شوران. نعم. مع زهر الرمان مثل 100 جرام 100 جرام من كل عشبه. أيوة. او ممكن هي نعم تطحن مع بعض، من تطحن بعدين تغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي صباحا مساء. نعم. هيك وبعدها حتى امراض كثير من امراض الحساسيه مرتبطه بالمعده. نعم. الشخص اللي يعاني مشاكل مثلا اضطرابات في المعده او تاكسد. أيوة. في المعده او تخمر في المعده او امساك مزمن، اي فنفس الشيء كذلك يسبب هي المشكله. نعم. فطبعا زهر الرمان مع العصفر الشوران مع قليل من السنمكي الحلول. نعم. اي بحيث نعمل تنظيف للمعده، فلما تتنظف المعده تتنشط الدوره الدمويه فامراض الحساسيه تخف عندها كثير. صحيح. يعني هي كذا. اذا نتمنى من ام سيف انها ايضا سمعت الاجابه. على فكره لكل من حاب ايضا يتابعنا، سبحان الله لو ما لو فاتت الحلقه او ما ركز بشكل واضح على الوصفه اللي ذكرها اخونا صهيب على طول بمكانه يشوفنا عبر اليوتيوب على أمان تي في جنرال. عموما احنا مستمرين ونقول صباح الخير للمتصل القادم. صباح النور. صباح النور، اهلا اختي، شو اخبارك؟ الحمد لله. يا مرحبا بك، حياك الله في قهوة الصباح. الحمد لله بخير ونعم ما شاكين بأس. يا مرحبا، من معنا لو سمحتي؟ معك أم شهاب. أم شهاب، يا مرحبا بك أم شهاب، وإيش سؤالك؟ سؤالي إن عندي حساسية في الجلد، هي في الإيد. أيوة. لما مثلا أبدأ أطبخ أي طبخ في المطبخ إيدي تتحسس بالبهارات، حتى ما أقدر أمس بهارات، إيدي تتحمر واجد. يعني تتحسس من البهارات أنت؟ أيوة، تتحسس من البهارات حتى من الحنة. ايوه ايوه تستوي لي لما اتحنى، والله شيء تستوي لي ايدي حمراء وتتحسس وقت ما في حبوب. لا في حبوب ولا حاجه؟ في حبوب يعني كذا متجمع. نعم ايوه في حاجه صهيب يعني ممكن تعطوني حل. خلاص يعطيك العافيه ان شاء الله تعالى. اخونا صهيب موجود وان شاء الله تعالى يعطيك الحل باذن الله تعالى. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك يا ام شهاب. ناخذ اتصال ثاني وبعدها نجيب على سؤال ام شهاب. السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير ومرحبا بكم في قهوة الصباح. إذا لحد ما يكون الاتصال جاهز. طيب. جيب على إن شاء الله. طبعا أم شهاب طبعا هي عارفة مشكلتها إيش بالضبط يعني. تحسس من البهارات. تحسس من البهارات. من الحنة يعني. يعني الشخص اللي يعرف مشكلته من ايش يعني مثلا من البهارات او من الصابون او من اي شيء، احاول اعمل استخدم القفاز اي اثناء الطبخ اثناء ملامسه. صح. الاشياء هذه يعني بقدر المستطاع اذا مثلا ما اقدر اتجنبها طبعا، خاصه الطبخ موضوع طبعا صعب كيف تتجنب الطبخ البهارات. لا وزاي لكن انت لفس القفاز طبعا من افضل الاشياء. أيوة. والتركيبه هذه نفس الشيء مفيده كثير يعني اللي هي هذا اللي ذكرناه، لان هي تظهر عندها حبوب بسيطه بعد ملامستها للبهارات او الاشياء الاخرى. فالزيت الزيتون مع الكبريت مع حبه البركه زين، فهذه ممتازه كثير عندها طيبه، تستخدم دهان بالليل والصباح تغسلها، او ممكن اذا ما تحب تنام عليها تخليها ساعتين وتغسل. اي بهذه الطريقه مع تجنب طبعا الاشياء هذه او انا لبس القفاز. صحيح، ترى الواحد يقول لك اوكي ما مشكله انا بلبس اليوم وباكر قفاز لكن بظل كذا ما ينفع، فاريد حل معين بحيث انه يخلصني من هذا المشكله. لكن ترى امانه يكون هو العلاج الافضل. صحيح. يعني صحيح. الشخص يتجنب مثلا الحاجه المعينه اللي اتاثر منها او انا استخدم حاجز او استخدم واقي زين، فهو هذا افضل علاج الاصل يعني. وهذه اشياء مساعده. إيه للحساسية عندها إن شاء الله. جميل جدا إن شاء الله، الله يعطيها الصحة والعافية أم شهاب وأيضا لكل المتصلين. ما أعرف في اتصال ناخذ. صباح الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أخبارك أخوك كيف؟ الحمد لله بخير ونعم ما شاكين بس، كيف أمورك أنت؟ جزاكم الله خير. تسلم وتدوم إن شاء الله. من معنا؟ معك سعيد أرديني. سعيد يا مرحبا بك يا سعيد. سعيد عندك مداخلة معينة، عندك سؤال؟ بس معي شوي استفسار. تفضل طعمك. بس حوالين وجهي لا حبش يعني نفس حب الشباب. نعم. وكل ما اروح المستشفى يقولوا لي عندك اكياس دهنيه وكذي، يعني تقريبا من اربع سنوات خمس سنوات وما شي فائده، يعني عالق بالاعشاب الطبيعيه وكذي نفس الشيء ما شي فائده. ايوه. يعني عندك حبوب هنا في الوجه يعني قصدك يا سعيد؟ في الوجه. عندك حبوب في الوجه.
عنده حبوب دائمه في الوجه هنا موجوده. نعم اوكي في يعني مرات فترات ينتفخ يعني حجم كبير. نعم يعطيك العافيه. في حاجه يا صهيب؟ لا واضح يعطيك العافيه. شكرا لك، بارك الله فيك يا اخوي سعيد، احسنت. في اتصال ثاني ناخذ. السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور، كيف الحال؟ يا مرحبا وسهلا، كيف الحال؟ حيا الله وسهلا. يا مرحبا بك، معنا؟ عندك محمد المرغوبي. حياك الله يا محمد، محمد من وين تكلمنا؟ من ولاية إبراء. حياك الله، عندك سؤال معين، إضافة معينة، مداخلة معينة؟ أقول لو سمحت، عندي كسفة تقريبا 12 سنة، وتيني فطريات بسبب الحرارة. نعم، صوتك ما واضح يا محمد، لو سمحت من قليل عيد. قلت انا اعاني تقريبا 12 سنة في فوقي فطريات. عندك فطريات، وين موجات الفطريات؟ الفطريات في اليدين. في اليدين، انزين. ايوه. في حاجة معينة؟ تقريبا 12 سنة. اها، في حبوب معينة، كيف بالضبط يعني لو توصف لنا ايضا؟ بقع. بقع. نعم. حلو. خلاص يا صهيب، يعطيك العافية، شكرا لك يا اخوي محمد، بارك الله، يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله تعالى. اعطونا ناخذ السعيد، يقول عنده حبوب في الوجه. نعم. يقولوا له الاطباء ربما انكاس دهنية وحاجة من ذلك، واحيانا تنتفخ هذه الحبوب وما اعرف شو الحل بالضبط. طبعا هي مثل ما قلت جرب احيانا اعشاب طبية بس للاسف يعني العلاجات كثيرة والوصفات كثيرة. نعم. يعني انت تدخل في برامج التواصل تحصل الاف او ملايين الوصفات يعني. ترى هذه المشكله على فكره، الواحد يدخل الانترنت يدخل منتديات ويشوف وصفه معينه يروح يجربها بدون وعي بدون ثقافه بدون يعني انه يعي خطوره انك والله تجرب كذا هباء منثورا بدون لا تستشير اي طبيب. مرات ان تكون هي الاشياء هذه اللي كثرت استخدامها وكثرت يعني التعبث فيها تاثر عليه اصلا في المستقبل، لما يجي ياخذ بعدين علاجات من عند الطبيب وكريمات واشياء ما تستقيم معه بسبب الاشياء اللي استخدمها في السابق قبل. كلامك صحيح، فانا بعطيه وصفه سحريه، وصفه يعني بامر الله عز وجل يعني من الاشياء المقربه. من الاشياء المقربه، وهذه وصفات عصات يعني وصفات سريه يعني. لكن ان شاء الله الله عز وجل هذه هديه له. فياخذ القسط الهندي. القسط الهندي طبعا له فوائد كثيره يعني، استخدام داخلي واستخدام خارجي. فياخذ القسط الهندي مقدار 100 جرام مع لو شوي شوي بس يا صهيب عشان الواحد بس يركز، ربما الواحد الحين زين لو الواحد عنده ورقه وقلم بحيث انه يسجل، سبحان الله ينسى وما سمي الانسان الا نسيه. اذا قسط هندي 100 جرام مع عسل 200 جرام. مع عسل 200 جرام. 200 جرام، يخلط القسط الهندي طبعا يطحن القسط الهندي يكون بودره. أيوة. 100 جرام يخلط مع العسل 200 جرام، زين يخلط مع بعض خلط جيد. نزل. ويستخدم كقناع للوجه بشكل يومي لمده ساعتين، يكون في مكان بارد. جميل. ويفضل بالليل. نعم. بهذه الطريقه فقط لمده 40 يوم. لمده 40 يوم. لكن من اول 10 ايام يحصل تحسن بامر الله عز وجل، تحسن ممتاز. بمشيئه الله. نعم. تعالى. اذا نتمنى ان اخونا سعيد يكون سمع الاجابه. قسط هندي 100 جرام وعندك عسل 200 جرام، اخلطهم مع بعض. يفضل عسل سدر. عسل سدر. عسل سدر. عسل سدر، يفضل عسل سدر اذا يا اخونا سعيد. خليني على الوجه لمده 40 يوم وان شاء الله تعالى الامور طيبه بمشيئه الله تعالى. اخونا محمد بعد فطريات. عنده فطريات على اليد. نعم طبعا، وبشكل دائم ايضا. نعم. من 12 سنه ذكرنا تقريبا. نعم طبعا الفطريات هي نفس الشيء، من نوع من انواع الحساسيات. أيوة. فهي طبعا مضايقه مثلا يعني في الجلد وفي البشره وكذا، فالتركيبه هذه ممتازه كثير للفطريات. نعم. هي والطفح الجلدي، فزيت زيتون مع الكبريت مع حبه البركه. اي نعم، شيء ممتاز كثير وطيبه وعشان الفطريات باذن الله تستفيد منها ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام. مرحبا بك في قهوه الصباح. حياك الله، من اخبار طيب؟ الحمد لله رب العالمين، ما شاكي. بس معنا اسعد رواحي. اسعد؟ ايوه. حياك يا اسعد، يا مرحبا بك. اسعد من وين تكلمنا؟ من سمايل. حياك الله، عندك سؤال معين يا اسعد؟ ايوه بس فضل. في اخويا احمد. ايوه. في حب سوداء. وين؟ في الوجه. في الوجه؟ ايوه. اها، حبوب سوداء يعني علي عند الوجه. ايوه مثل الشام يعني. اها، حبه يعني حبه واحده ولا اكثر من حبه كذا ولا كيف بالضبط يعني؟ حبوب معينه منتشره؟ ايوه واجد واجد. اها، حبوب منتشره ولونها اسود. ها ايوه مثل الشام يعني. مثل الشام، ما اعرف في صهيب عندك. لا واضح. واضح ها، يعطيك العافيه، شكرا لك يا سعد، بارك الله فيك. وناخذ اتصال بعد ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا اختي، كيف حالك؟ أم عبد الرحمن. الحمد لله. يا مرحبا بك يا أم عبد الرحمن، مرحبا بك في قناة صباح. الحمد لله بخير وعافية، حبيت أشارك الموضوع. حياك الله، حياك الله، يا مرحبا بك، نسمعك. وأخونا صهيب موجود ويسمع. عندي حساسية يعني من الذهب. من الذهب، نعم. يعني يوم ألبس ذهب يعني خواته مصيديني. أيوه. يرجع لي هذه الحساسية، يستوي يعني صداعي كأنهم يابسات وهذا حرش.
ما لهم يعني ألبس خواتم، يوم ما ألبس الحمد لله يروح فترة ويروح عادي صباحي لي. نعم صحيح خلاص واضح يا صبحي ان شاء الله. يعطيك العافيه، شكرا لك، بارك الله فيك يا عبد الرحمن، يعطيك العافيه، شكرا. اذا نجيب على اسعد وبعدها لام عبد الرحمن. اسعد يقول انه اخوه الصغير في حبوب سوداء هنا على الوجه وبشكل كبير يعني. طبعا اذا كانت شامه، اذا كانت شامه طبعا هذه خلقه زين، فهذه طبعا لازم يكون يمكن تدخل جراحي او انه بالليزر هي تخوض هذه الاشياء. لكن اذا كانت حبوب سوداء ناتجه عن حبوب حب الشباب او عن مثلا عن بقع معينه او عن مثلا المحميقه اللي احنا نسميها اللي هي تشيكن بوكس او اشياء اخرى مثل هذا النوع، فطبعا ياخذ نفس الشيء اللي هو القسط مع العسل، نفس الشيء التركيب ممتاز كثير جدا طيبه للبقع هذه هي وللاكياس او شيء يعني من هذا النوع. طيب فإلا اذا كان مثلا شام او مثلا حاجه طبعا هذه لازم تدخل صحيح دخل طبيب يعني. صحيح. ام عبد الرحمن تقول تتحسس من الذهب و... نعم هي طبعا يعني اي حاجه انا اعرف انه تحسس من حاجه معينه خلاص اتجنبها، لكن طبعا لبس الذهب طبعا هي زينه للنساء. هي فطبعا التركيبه هذه ممتازه تساعد كثير ان شاء الله، اذا زيت زيتون مع الكبريت مع حبه السوداء تساعد كثير ان شاء الله. واذا قدرت هي تتواصل معي على الخاص يمكن في اشياء اخرى غيرها بفيدها ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا كل من حاب ايضا يتواصل معنا بامكانه عن طريق الكنترول ايضا ياخذ رقم الاخ صهيب او انه يزور ايضا المركز الموجود. اخ صهيب يعني جدا سعيد بوجودنا، وانا متاكد انه هي مجموعه من الاتصالات ايضا بامكانهم ان شاء الله، لكن بما ضيق الوقت واحنا ايضا فقراتنا ومحطاتنا ايضا اخرى موجوده في قائمه برنامجنا جدول برنامجنا اليوم. عموما اخو صهيب كنصيحه اخيره رساله ايضا حاب توجهها لكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوه الصباح فيما خص حساسية الجلد. أسأل الله عز وجل أن يكون يشفي كل مريض إن شاء الله، وهي دائما النصيحة يعني شخص يتجنى مثلا الأشياء اللي تأثر عليه. أيوة. إيه فهذا أفضل علاج. إذا أنا أتجنى مثلا عندي مشكلة بعض الحيوانات كثير في القرى وفي بعض المناطق. أيوة. ولو قلت أنا أتأثر مثلا بعض الحيوانات أو ملامسة الحيوانات وبعض الأشياء أتجنبها. يعني إذا مثلا أوقات الغبار، أوقات مثلا يتابع النشرات الجوية، إيه نفس الشيء كذلك. أو يعني مثلا الغذاء، والله أنا عارف أن نفسي أتحسس من أكل معين، لكن لا هذا الأكل قريب أو أنا أحب هذا الغذاء وهذا الطعام. أيوة. أتجنبه بقدر المستطاع، فهذا أفضل علاج. نعم. إيه وإن شاء الله نسأل الله السلامة للجميع. بإذن الله تعالى. الله يعطي الصحة والعافية لكل المشاهدين ولكل أيضا المتصلين والمشاركين معنا اليوم في برنامج قهوة الصباح. أخونا صهيب بن ثاني الفرعي حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي، والموضوع كان على الأعشاب المساعدة والمفيدة لحساسية الجلد. سعدت شخصيا بوجودك اليوم معنا. سعيد يا أخي. شكرا، يعطيك العافية إن شاء الله تعالى. إذا احنا مستمرين معكم مشاهدينا الأحبة في قهوة الصباح وفي شعبتنا أيضا محطات وفقرات متنوعة ومختلفة محضرينها لكم، لذا تابعونا ودائما أحلى الأوقات نتمناها لكم بصحبتنا. المتاحف
هي مؤسسات علمية وثقافية تساعد المواطنين والباحثين على فهم تاريخ أمتهم، وهي المكان الطبيعي للحفاظ على التراث الحضاري للأجيال القادمة، كما أنها نوافذ تطل على الأمس بما يعنيه من ماض عريق وتاريخ موغل في القدم، وتراث وثقافة المجتمع الذي يتجلى واضحا في تلك المواد المتحفية التي اكتشفت في العديد من مواقع التنقيب. ومنذ عام 1977 يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف في جميع أنحاء العالم في 18 من مايو، والذي يعد مناسبة لنشر الوعي بمدى أهمية المتاحف في تنمية المجتمعات. ونظرا للعدد الكبير من البلدان المعنية التي تحتفل بهذا اليوم، يستمر الاحتفال لدى هذه الدول في نفس اليوم أو في عطلة نهاية الأسبوع أو لمدة أسبوع أو حتى شهر كامل. وقد أكد هذا الحدث الدولي شعبية اليوم العالمي للمتاحف في أكثر من 120 بلدا. وتتلخص رسالة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف في تذكير الجمهور بأن المتاحف هي مؤسسات تفاعلية تساعد في خلق روابط بين الزائرين والأجيال المختلفة وكذلك الثقافات في جميع أنحاء العالم. رجعنا لكم من جديد مشاهدين الأحبة. إذن 18 من مايو من كل عام تحتفل دول العالم باليوم العالمي للمتاحف. في الجانب الآخر مشاهدين الأحبة، في ربطنا المباشر اليوم الحبيب ما شاء الله منور محمد بن عبد الله المهري الموجود حاليا في المتحف الوطني بالقرم، راح يحدثنا عن اليوم العالمي للمتاحف. محمد صباحك خير ومرحبا بك. صباح الخير سيف، صباح الخير أيضا لكل متابعي برنامج قهوة الصباح. اليوم ربما أيضا مثل ما ذكر التقرير 18 مايو من كل عام هناك الاحتفال بهذا الإرث الحضاري الإنساني، ولعل أيضا الاجتماع للمجلس العالمي للمتاحف في موسكو في 1977 كان الانطلاق الأولى، وربما نحتفي الآن برقم 37 من هذه الاحتفالية. اليوم جميل مثل ما ذكرت سيف، أنا متواجد حاليا في محافظة مسقط وتحديدا في ولاية مسقط مقابل قصر العالم العامر حيث المتحف الوطني، هذا المتحف الجميل الذي تم إنشاؤه بناء على تعليمات أو نقول هكذا مرسوم سامي في عام 2013 ليكون ربما نقول الحاضن لهذا الإرث العماني الجميل، ليكون الحاضن لهذا التراث العماني ولهذا التراث الإنساني، وبالتالي يكون هكذا جسر تواصل إنساني بين السلطنة وزائريها من كل مكان. يعطيك العافية يا محمد، وإن شاء الله تعالى راح تكون لنا عودة لك علشان يعني نأخذ التفاصيل المتبقية إن شاء الله تعالى المرتبطة باليوم العالمي للمتاحف وأنت موجود في المتحف الوطني المقرم. أكيد. عندك ضيف يا محمد؟ أكيد سيف عندي ضيف. نعم. أضيف إذن جدا لك يعني يا محمد. أكيد أكيد شكرا سيف. أكيد ضيفي هو مدير المتحف الوطني هو الأستاذ جمال بن حسن بن حسين الموسوي. الأستاذ جمال هو أكيد هو شاهد العصر على هذا المتحف. بداية صباح الخير أستاذ جمال. صباح نور وسرور أستاذ جمال. المتحف الوطني ما هي الرؤية لهذا المتحف؟ تتلخص رؤية المتحف في تقديم الرؤية والقيادة للصناعة المتحفية في سلطنة عمان بما يحقق نقلة نوعية في القطاع المتحفي بما يتوافق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية المقرة من قبل المجلس الدولي للمتاحف. أستاذ جمال أهدافكم؟ يهدف المتحف الوطني إلى تحقيق تنوع اقتصادي، إلى خلق فرص عمل جديدة، فتح المجال أمام تخصصات جديدة هي الأولى من نوعها في السلطنة،
وبالنسبة لخدمات الزوار نهدف إلى تقديم أفضل الممارسات في هذا الجانب لتكون تجربة مثيرة وممتعة وتثقيفية في آن. كما أن الركن الأساسي للمتحف الوطني هو التعليم ونشر المعرفة بما يخص مكنونات التراث الثقافي لعمان. طيب احتفالات السلطنة كيف هي الاحتفالات لهذا اليوم؟ تأتي فعالية هذا اليوم تحت عنوان المتاحف نحو مجتمع مستدام، ويستضيف متحف بيت الزبير مشكورا عدد من المتحدثين يقدمون أوراق عمل حول هذا الجانب، منهم المتحف الوطني، المتاحف الممثلة من قبل وزارة التراث والثقافة، والمتاحف الخاصة. أيضا سيتم دعوة المهتمين بالشأن المتحفي اليوم لأخذ جولة تفقدية في مرافق المتحف الوطني للاطلاع على آخر مراحل السير ومستجداتها. شكرا أستاذ جمال، أتمنى لكم دائما كل التوفيق، ونتمنى دائما أن تصل هذه الرسالة لي هكذا متابعي هذا الإرث الحضاري العماني. شكرا. شكرا لكم. إذن أعزائي المشاهدين، كذا كنا معكم في هذا الربط الأول من هنا من المتحف الوطني مع الفاضل أستاذ جمال الموسوي مدير المتحف. سنكون معكم في ربط آخر نتعرف على أهمية الحفظ والصون من خلال أيضا ضيفة أخرى، ولكن تفاصيل قهوة الصباح في الأستوديو والزميل سيف الفوري. لك الكلمة سيف. شكرا. شكرا لك يا محمد، شكرا أيضا لضيفك الكريم، شكرا لكل الزملاء الموجودين معك. أبلغ تحياتي لنعيم السعدي وخالد ذهلي وسميل حسني. عموما راح تكون لنا عودة لك يا محمد في لاحق الأوقات إن شاء الله تعالى من محطات قهوة الصباح. شكرا لك. إذن مشاهدينا الأحبة والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح، مستمرين ومتواصلين معكم حتى تمام 11، فقط فاصل ولنا عودة بمشيئة الله، تابعونا. تقدم بخطبتها البسها أخضر وسقاها كأسا أحمر بالدم أطال قلبها ينور سلاما أبيضا وعلى مشارف الأربع والأربعون ودعها بوجه يملأه التعب ويده تلوح بوداع شاق. سافر عنها بكسده وارتفعت حرارتها فصمت بعدها صمتا حكيما كي لا يوجع قلبها بأرينة ولم تعرف عنه شيئا وكانت في شوق نسمعها وقلبها يترجى حتى تفرع بيوما وشعب يلقى يا الله طال سفره وطال انتظار قلوبه وحين حان موعد احتفالها بعيد ميلادها أرسل خطابا وأن قلبها ما زال يمض حبها. الأب الحنون القائد الباني كل ما فيك نسق نواك
كل ركعة ركعنا سجود صلاة، أمهات، أيتام، شباب، أطفال، شيبان، كل واحد فينا دعا ربه ورجع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. طول بعمر سلطان بن سعيد. في يوم الاثنين 23 جاء بدون سابق موعد، وكنت أسمع من هنا وهناك، ولم يصدق قلبي حتى رأيته ودموعي تسير شوقا، وجاء يخفي صيحات ألم خلف ابتسامته يملأ الشوق. استقبلت تربزت لقدومه وجزيت لقدومه أبيضا أحمرا أخضرا. هنيئا لك العرس يا عمان، هنيئا لك العرس يا عمان. ماكن سلطان للقلوب سلطان، ماكن من يامر وني جيبه إلا أن يا قابس طالعنا سلطان القلوب ملكة بقيمة وشعب قلبي أركان فرحان للي بهمزة كل الشعب يجيبه تاجي الحكم ما يومها بإنسان بس أنت سيته ماي غريبة. طول الفرح غطى على كل الأيواه والعيد كل منا يحتذيبه تفاخري وتبختري دوم يا مان لك الفخر قابوسنا نفرح به قلت هذه لك يا خواص انساف شعبك يا ابو حبيبه مؤمن يا عون يا 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 ربي يحفظك يا طول من يا سعد العدوم يا مان حبيبه مؤمن بقول سيدي سيدي انت سلطان القلوب لو ناديت بهمس نجيبك ما نجيبك نجيبك. يختار البعض في حفظ الأدوية والبعض الآخر يحفظها كما يشاء دون علمه بالطريقة الصحيحة لحفظها، لذا يفضل أن تحفظ الأقراص والكبسولات في مكان بارد وليس في الثلاجة، لأن رطوبة الثلاجة تؤثر سلبا على فاعليتها. كما يجب حفظ الأدوية في علبها الأصلية محكمة الغلق. احرص على حفظ غالبية الحقن وقطرات العيون في الثلاجة، كذلك تحفظ المضادات الحيوية بعد إذابتها بالماء في الثلاجة. أما الكريمات والمراهم يفضل أن تحفظها في مكان بارد وجاف. في كل الحالات يجب حفظ الأدوية بعيداً عن الحرارة وأشعة الضوء المباشر، وعدم إزالة القطن من علبة الدواء بعد فتحها، فهو يساعد على امتصاص الرطوبة. أهلا لكم مشاهدي الأحبة، مستمرين معاكم متواصلين ما شاء الله عليهم، والله يعطيهم الصحة والعافية. بصراحة صفقة لهم يعني تحت الهواء عاملين لنا الجو ولا أروع. مشاهدين الأحبة الله يعطيهم الصحة والعافية. أنتم من أي مدرسة؟ مدرسة إبداع الطفولة. أها روضة إبداع الطفولة. ها أنت شو اسمك؟ صخر. صخر، صخر بن من؟ بن شبيب بن ناصر البوسعيدي. صح، حياك يا صخر. وأنت شو اسمك؟ أحمد. حياك أحمد. شو قبيلتك أحمد؟ أحمد أمين راشد شهومي. يعطيك العافية. وأنت؟ منذر. منذر ما شاء الله عليك حليو. منذر شو قبيلتك؟ منذر الهادي. الهادي. وأنت يعرب؟ صح يعرب نبهان. هيوا شو قبيلتك؟
يا رب نبهام سليمان العربي. والنعم والله يا رب. وانت يا قاسم حبيب؟ ابن محمد رنا. يعطيك العافية قاسم. وانت سلم بن مبارك من محمد بن مبارك العريمي صح؟ يعطيك العافية ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم إن شاء الله تعالى، يعطيكم الصحة والعافية وموفقين يا رب العالمين. كل الشكر لهم، شكرا لمدرسة روضة إبداع الطفولة، وأنا أخص أيضا بالشكر لأستاذتهم اللي الحين قاعدة تصورهم الأستاذة نيرة بنت عبد الله الطوقية، لها كل التحية، والتحية أيضا للمشرفة اللي دربتهم سميرة بنت خلفان الحراسي، الله يعطيهم الصحة والعافية وموفقين يا رب العالمين. وإحنا مستمرين معاكم مشاهدينا الأحبة في قهوة الصباح وفي جعبتنا أيضا تفاصيل ومحطات مختلفة ومتنوعة، فتابعونا. يفتح بنال البندقي العريق أبوابه السبت وهو يسعى بعد 120 عاما على تأسيسه أن يبقى متناغما مع عصره الزاخر بالغموض والقلق بين واجب الذاكرة ومستقبل غير واضح المعالم. هذا الحدث الذي يقام في نسخته 56 هذا العام ويستمر حتى 22 من تشرين الثاني نوفمبر هو من أكبر معارض الفن المعاصر في العالم، كما أن دورته لهذه السنة ستكون الأطول في تاريخ المعرض. وبهدف جذب أكبر عدد ممكن من زوار المعرض الدولي إكسبو 2015 في ميلانو، قرب رئيس البينالي باولو باراتا موعد الحدث شهرا واحدا مع هدف معلن يقضي بتخطي العدد القياسي الذي تم تسجيله عام 2013 مع أكثر من 475 ألف زائر. والعنوان الرئيسي هو القيام بمقاربة جديدة عن العلاقة بين الفن والفنانين والمسار الحليل الأحداث، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الجذرية التي حصلت في العقدين الأخيرين على الصعيد الاجتماعي والتكنولوجي والاقتصادي والبيئي. وفي هذا العام سيتم تقديم جائزة الأسد الذهبي للفنان الغاني إل أناتسوي، أحد أكبر الفنانين الأفارقة الأحياء عن مجمل مسيرته. وقد استوحى هذا الفنان الكثير من أعماله من التقاليد الثقافية الأفريقية مازجا إياها من البحوث الجمالية المعاصرة، وتم عرضها في أكبر متاحف العالم. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد بعد ما استمتعنا كذا بالفقرة الطفولية الجميلة مع الأطفال الحبوبين. عموما احنا مستمرين معاكم وننتقل لموضوع آخر جميل عن الطاقات الشبابية المبدعة الموجودة في السلطنة في مختلف المجالات، وتحديدا الحين نتكلم عن مجال جدا جميل وعن خاصة من الموروث الحضاري والثقافي والتراثي اللي دائما وأبدا نحرص وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة أيضا أنها تنمي وتطور طاقات الشباب في هذا الجانب.
نتحدث تحديدا عن موضوع الصناعات الحرفية وتحديدا عن صناعات الخزف وزخرفته وغيرها. مثل ما ملاحظين أمام الحين موضوع يعني أشياء جميلة بأمانة نتعرف عليها وعلى التفاصيل هذه وكيفية صناعتها وغيرها من خلال وجود شابة حنان بنت محمد اليحيائية خزافة بمركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف التابع للهيئة العامة للصناعات الحرفية بولاية صحن. مرحبا بك يا حنان وسعيدين جدا اليوم بوجودك معنا في قهوة الصباح. أهلا فيكم صباح الخير. ما شاء الله صباح نور. شو هالأشياء الجميلة يا حنان ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه منتوجاتك بنفسك سويتها صح؟ أيوة. بإيدك وكل حاجة. أيوة. إذن من خلال وجودك اليوم نستغل ونستثمر أيضا وجودك علشان نعطي لجميع المشاهدين ولكل أيضا من حاب أنه يدخل في هذه المهنة وهذه الحرفة. تكلمينا عن بداياتك، كيف كانت البدايات يا حنان؟ كان في البداية أول شيء لأني أنا أحب هذه الحرفة ورغبتي للتعلم فيها، أتاح المركز لنا المشاركة فيها، كان من خلال الإعلان سجلنا فيه، تعلمنا فيه عن الخزف، كيفية بداية صنع الطين بالمراحل اللي يمر فيها، من خلاله كيف نصنع المنتج من بدايته إلى نهايته. حلو جدا. بداياتش يعني من خلال وجودك في المركز أو من خلال فترة المدرسة أو شو بالضبط؟ من خلال بدايتي في المركز. في البداية المركز. جميل جدا. زين طيب علشان المشاهدين الحين اللي حابين مثلا هذه قطعة معينة قدام الحين، المراحل تكوين قطعة خزفية معينة بشكل أي كيف تتم بالضبط؟ أول شيء حضار إعداد الطينة. أيوة. بعد ذلك نبدأ بتشكيل الشكل اللي نريده. أيوة. بعد ذلك مرحلة التشكيل، طبعا عندنا طريقة تشكيل عندنا بالقالب. حلو. عندنا بالدولاب، عندنا تشكيل يدوي. بعد ذلك من بعد ما نشكل المنتج يمر بعدة مراحل، منها أول شيء تشطيبه تجفيفه، حرق أول. حلو. بعد ذلك حرق ثاني، بعد عمل في الطلاء الزجاجي. طيب الرسومات هذه اللي انت الحين مصممتها يا حنان، ما اعرف افكارها كيف تستوحيها، مثلا رسومات معينه اشكال معينه من وين تجيبي تستوحي هذه الافكار في التصميم؟ نستوحي هذه التصاميم من خلال الرسومات القديمه الموجوده على الابواب والحصون من الطبيعه العمانيه. أيوه. من التراث العماني، وممكن نستفيد من بعض الخزافين او في الرسم. حنان من خلال وجودك في هذه الحرفة ما شاء الله تبارك الرحمن، وأيضا صنعتك الكثير من المنتوجات هذه اللي أمام الحين، ولربما في بعض الأشياء أنت ما جبتها معك اليوم، لكن لو تخبريني أيضا يعني مهارات خلنا نقول الإنسان اللي يدخل في هذه الحرفة، في مهارات معينة، أساسيات معينة، شروط معينة لازم أنه يكون يتصف فيها الخزاف؟ أيوة. أيوة. لازم يتصف أول شيء بالصبر، الابتكار، يكون. أيوة. عنده ذوق فني، لأن القطعة الخزفية عبارة عن لوحة فنية، لابد من التأمل ويكون عندنا الذوق الفني لإظهارها بشكل جميل، إنه يكون. نعم. أيوة. يكون مصور باحث، يكون معاصر للتطور اللي حدث، يكون باحث ونحات. حلو جميل جدا. من اللي وقف معك، من اللي شجعك على الدخول في هذه الحرفة؟ طبعا أول شيء أهلي، بعد ذلك دخولي هذا كان المدرب واجد يشجعني على الاستمرار فيه والتطوير. حلو حلو جدا. في صعوبات معينة، تحديات معينة كانت حجر عثر في طريقك لمواصلتك في هذا المشوار، في إنجازك بشكل مميز وإبداع ونجاح متقن؟ في صعوبات في البداية، الصعوبات نجدها في توفر الخامة. أيوة. لأن صعوبة تواجدها بشكل مستمر مثل الأصباغ والألوان، ارتفاع أسعار بعض المعدات اللي نستخدمها لعمل مشروع أو مشغل خاص بينا، يستغرق وقت عشان نحصل على بعض الخامات. نعم. هذا من الصعوبات. الحين اللي أمام الحين هذه المنتوجات كلها يا حنان، وين تروح بعدين؟ أنت الحين تنتقي حرفة معينة، شكل معين، تصميم معين، ما أعرف تسوقيها أوكي بالضبط؟ أيوة، نسوقها من خلال مساعدتنا لنا الهيئة. أيوة. الدائرة أنها تسوق المنتج حلنا، أو من خلال مشاركة في المعارض.
يكون يعني تسويق. حابة تشرحي لنا حاجة معينة من هالأشياء الموجودة؟ نشوف هنا أوكي. هذه بعض الميداليات اللي نعملها تكون من خام الطين الأبيض. حلو. نكتب عليها بعض الأسامي أو القبائل أو الأحرف يكون فيها. أنا حصلت حرفي ها؟ حرف الأس موجود هنا. هذا بخضها حالي ها؟ إنزين طيب وبعدين شو الأشياء الموجودة هنا بعد يا حنان؟ عندنا القحلة أو المزهرية. جميل. عندنا البرق. عندنا هذا مزهرية شكل ثاني متطور. عندنا الدلة. عندنا الملال. وهناك الميداليات. حلو. زميلاتك صديقاتك الموجات معك في يعني كيف شايفه ايضا مدى اقبال الموجات ايضا حتى في المركز، كيف شايفه مدى اقبال يعني وشغف وحب ورغبه انه والله فقط انا انجز هذه المهنه علشان فقط اني اسوقها فقط من باب هواي او كايضا من الهوايات والموروث الحضاري اللي احنا اللي يجب علينا ان دائما نكون ملتزمين فيه؟ هي اول شيء الحفاظ على الموروث العماني. نعم. وثاني شيء لانها ذها موهبة حبينا ننميها. نعم حلو جميل جدا. ما أعرف في رسالة معينة دعوة معينة حابة توجهيها من خلال برنامج قهوة الصباح يا حنان؟ نشكركم على الاستضافة لنا ولتحتكم الفرصة لنا للمشاركة. نعم بس بسألك سؤال واحد، أول يعني شكل عملتي شو كان تذكري؟ قلعة. شكل قلعة. كان قلعة وبعدها الرسم. يعطيك العافية، موفقة يا حنان وإن شاء الله تعالى نتمنى لك كل التوفيق. بأمانة أنت مثال جيد لكل النساء، لكل أيضا الشباب اللي حابين أيضا يدخلوا في هذه الصناعة. بارك الله فيك ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. حنان بنت محمد اليحيائية، خزافة بمركز تدريب وإنتاج الفخار والخزافة التابع للهيئة العامة للصناعات الحرفية بولاية صحام. سعدنا بوجودك اليوم يا حنان معنا. سعدك كثير. يعطيك العافية، موفقة يا رب العالمين. إذا احنا مستمرين ومتواصلين معكم مشاهدينا الأحبة، وما زال لدينا أيضا فقرات ومحطات محضرينها لكم فتابعونا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الأحبة، مستمرين معكم متواصلين. مباشرة ننتقل للجانب الآخر في الربط الحي والمباشر مع زميلنا الحبيب محمد بن عبد الله المهري. اليوم نحن موضوعنا نتكلم عن اليوم العالمي للمتاحف اللي هو يصادف 18 مايو من كل عام، ومحمد موجود في المتحف الوطني بالقرم. محمد صباحك خير من جديد وعساها ضحكة دائمة يا رب العالمين. صباح الخير سيف وجميل. انت اليوم لازم تروح تزور على الاقل احد المتاحف، يعني ضروري زيارتك للمتحف. خلاص انتظرنا بنجيك يا محمد. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. طبعا ارحب ايضا ارحب بالمشاهدين الكرام، ونقول ايضا احتفال او احتفاليه عالميه بالمتاحف. ربما المتحف الوطني هو أصبح يعني ركيزة وطنية تراثية للإرث الحضاري العماني. يسر أن يكون معي الفاضلة خولة بن سيف الوهيبية وهي أخصائية حفظ وصون هنا في المتحف. صباح الخير. صباح النور. جميل أنه نستمع إلى هذه الوظيفة، يعني ربما أيضا المشاهد لا يعرف كثير عن تفاصيلها. مهام عملك بالضبط؟ مهام عملي تقريبا هي عبارة عن تنظيف ومعالجة وصيانة القطع إلى أن ننتهي إلى ترميم القطع نفسه. طيب الجميل أنه بعض الصور اللي راح أرسلناها إلى البرنامج عن المحراب، حدثين عن المحراب.
محراب هو محراب من مسجد العوينة في وادي بني خالد. استغرق تقريبا في الترميم 6 أشهر. قامت شركة الباركو الإسبانية بترميم المحراب 3 أشهر في الموقع الأصلي للمحراب و3 أشهر هنا في الموقع عندنا. طيب خولي، كيف جاتكم الفكرة أن تأخذوا من العوينة هناك في وادي بني خالد وأيضا نقل هذا المحراب إلى المتحف الوطني؟ أهمية هذا الشيء؟ المحراب كان خلاص المسجد أي للانهيار تقريبا، السقف كان خلاص وجزء من المحراب كان مردوم، فاستفدنا منه. فكان جميل أن المتحف يحصل على هذه القطعة النادرة وبكل ملامحها، تقريبا كل النقوش موجودة، سيراميك موجود على المحراب، فممتاز أن المتحف يستقطب مثل هذه القطعة. طيب في الأخير نقول اليوم طبعا احتفال بالمتحف، ما هي رسالة حابة توجيها لزوار المتحف اليوم؟ المتحف يحتوي على أكثر من 7000 مقتنى، فالزائر جميل أن يأتي إلى المتحف يستفيد من جميع اللغة الموجودة، من الخدمات المقدمة، من لأن المتحف الرسالة السامية له هي تركيز التعليم والتعليم والتعليم. شكرا خولو، كل عام وانتم بخير. وانت طيب. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا كنا معكم من المتحف الوطني هنا، هذا المتحف الذي يعني مثل ما ذكرنا دائما بالإرث الحضاري العماني وهذا التاريخ المغل هكذا. فالقدم نتمنى دائما كل التوفيق، ونتمنى دائما الحفاظ على المتاحف من خلال الزيارة هكذا والتواصل بين الحضارات. هكذا كنا معكم، أكيد ما تبقى من البرنامج إلا الزميل سيف الحضري، وصباحكم دائما وطن. سيف الفوري يا محمد. سيف الفوري عفوا. يعطيك العافية، منور اليوم ما شاء الله عليك، منور يا محمد. ما أعرف محمد، من خلال وجودك في المتحف محمد، زين تخبرنا وتخبر المشاهدين شعورك وانطباعك وانت تتجول في أروقة هذا المتحف، زين تعطينا كوصف كذا من خلال تقوالك أنت شخصيا في المتحف. يمكن سيف الجميل أنه المتحف أول أيوه. زيارة لي للمتحف. المتحف فعلا يضم في جانبات مثل ما ذكرت خولة كثير من المقتنيات، كثير من هكذا نقول يعني نوادر تراثية، فخاريات، أشياء كثيرة جدا، مثل ما ذكرنا المحراب أيضا من مسجد هناك. هذا اللي بسألك يا المحراب يا محمد، زين لو تعطينا أيضا معلومات عنه. المحرم مثل ما ذكرت خولة طبعا هو من مسجد العوينة هناك في وادي بني خالد. أيوة. الجميل أيضا سيف أنه المتحف تواجده في المكان بالقرب هكذا من قصر العالم العامر. قصر العالم العامر أصبح أيضا مزار ربما شبه يومي أيضا للمواطنين وأيضا من زوار خارج السلطنة. فهذه التوأمة أن يكون هناك مقابل هذا القصر الذي أصبح مزار أيضا لكثير من الزائرين للسلطنة، وأن يكون أمامه متحف وطني بمرسوم سلطاني في 2013، هكذا هي الرؤية السامية دائما ترقى إلى مصاف التفاخر أمام الدول. في الأخير نحن كعمان اليوم نمتلك متحف وطني يعنى بالإرث العماني التقليدي الأصيل، ونحافظ على تراث الإنسان، وربما أيضا هيئة الوثائق اللي كانت بمرسوم سلطاني أيوة. سيفية ربما إشارة أولى للحفاظ على هذه المكتسبات. بأمانة الزيارة للمكان يشعرك هكذا بنوع من هويتك الوطنية، نقول هذا المتحف سيكون هكذا الضامن وسيكون هكذا الحاضن لكل هذا الموروث. ونقول دائما للعمانيين زوروا المتاحف لتتعلموا وتتعرفوا على هذا الإرث، وتعرفوا أنكم تنتمون لبلد اكتسب هكذا حضارات لا زالت أيضا تعلم للآخرين. والله هذا كانت الدعوة وهذه الرسالة أيضا لكل المشاهدين. ولكن كان والله خاطري يا محمد أنك تسأل ضيفتك الكريمة عن المحراب، هل تأثر ما تأثر، آلية نقله كيف تم نقله والتفاصيل المرتبطة بهذا المحراب. طب هي ذكرت على أنه نقله طبعا بالاستعانة بأحد الشركات المتخصصة اللي نقلت المحراب. هو صورته طبعا نحن أرسلنا صور سيف للبرنامج. صورته جدا جميلة، لازال محتفظ بأشياء كثيرة، وربما أيضا هناك معالجات. يعطيك العافية محمد، ما أعرف في رسالة أيضا حاب توجهها لكل المشاهدين ولكل المتابعين لقهوة الصباح من خلال زيارة أيضا المتاحف وغيرها الموجودة في السلطنة. أولا نقول لك سيف صباح الخير، صباحكم وطن. نقول لكل المشاهدين الكرام
كل عام وكل المنتمين للمتاحف بألف خير. نقول لهم يجب أن نزور المتاحف، يجب أيضا لمدراء المدارس هكذا أن يرسلوا رسالة أيضا لطلابنا وطالباتنا يتعرف على هذا الإرث. يجب أن يكون عندنا هكذا ثقافة تاريخية، ثقافة التعرف على هذا الموروث الحضاري. ونقول دائما الزيارات لهذه المتاحف ربما تكسب أيضا الحصيلة الثقافية للزائر. ونقول دائما للجميع نتمنى دائما الأمن والاستقرار، ونتمنى دائما أن تكتسي هذه الحلة التراثية والثقافية على هذا البلد المعطاء. وصباحكم وطن سعيد إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا محمد، وسعدت أنا شخصيا بأمان بوجودك اليوم معنا في الربط المباشر لقهوة الصباح من موقعك حاليا في المتحف الوطني بالقرم، والحديث كان عن اليوم العالمي للمتاحف. تحياتي لجميع الزملاء الموجودين معك، المصور نعيم السعدي والمهندس خالد الذهلي وسمير الحسني. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك، يعطيك العافية. إذن احنا مشاهدين الأحبة والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح وصلنا معكم إلى ختام فقرات ومحطات برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. ملتقانا بمشيئة الله تعالى يوم غد مع فقرات ومحطات أيضا مختلفة ومتنوعة محضرينها لكم. دمتم بخير، ودامت صباحاتكم مفعمة بعبق الجمال والروعة، ودامت عماننا تخطو مدارج الرفعة نحو دور المجد والعزة. إلى اللقاء.